أخرج ابن ماجه حديثا وحسنه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد روادا هم أوتادها. شبه المحافظين على الصلوات في المساجد والمطيلين المكث فيها بالأوتاد، يقول: إن للمساجد روادا هم أوتادها، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا فقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. بالله عليكم، من لمثل هذا الشرف وهذه الكرامة والخير والفضل سوى أهل المساجد؟ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بالله كم فوتنا، كم فرطنا، كم فاتنا من كرامة وضيافة في الجنة بقدر ما فرطنا من خطانا نحو المساجد. مؤسف أن تكون الصلاة في قلوب بني الإسلام فريضة متعبة وعبادة مرهقة. مؤسف أن تكون الصلاة حملا وثقلا وهما، أن تكون الصلاة عندما يحين وقتها هو واجب ينبغي أن يؤدى كيفما اتفق، وكأنه حمل يراد من إنزاله من على الظهور. الصلاة متعة، إذا حان وقت الصلاة رفرف القلب أنسى وقام من النوم نشاطا وهمة. هذا وقت اللقاء بالسيد، بالملك، بالرب، بالعظيم، بالخالق، بالمولى، المنعم المتفضل. هذا أوان الوقوف بين يديه. والله يا كرام، من أحب الله صدقا ما كانت الصلاة في حياته إلا متعة اللقاء بمن يحب. هكذا الشأن في حياتنا مع من نحب من البشر، ولله المثل الأعلى. تفكر هكذا قليلا في اسم يعز عليك وحبيب يملأ قلبك حبا وأنسا وسعادة، وكلما خطر في بالك انشرح صدرك وابتسمت وفرحت بتذكره، فكيف برؤيته؟ هؤلاء المحبوبون من البشر لقاؤهم أنس، والجلوس معهم سعادة، ومواعيد اللقاء معهم لا تمل. هكذا القلب إذا أحب، هذا القلب إذا أحب، وإذا أحب القلب ربه والله أنس بالصلاة. وكانت الصلاة إن حان وقتها وكان التعب والضجر، فكانت الصلاة زوال الهم.